ولا حياة المفينة. وصورونا ظروف القنوات الفضائية المصرية، هو واربعة زمايله حاطين جيركن بنزين واربع قنابل مليتوف ولبسوهم التوب. الطالب ازاي يشيل مليتوف وجيركن بنزين ويدخل بيه الجامعة؟ الناس حتى وهو داخل كده الجامعة يعني هو في الجامعة بنزين عشان يعديها في الجامعة؟ واحنا مش عارفين راسنا من رجلينا، لا نيابة عارفين أي حاجة، لا حتى وصلنا للمديرين أمن مش عارفين أي حاجة، ودن مرمي كده واحنا في حالة انهيار، يعني الأسرة كلها مش عارفين راسنا. يرسون على حاجة كل يوم يتكلموا ورئيس الجمهورية والنائب العام ولا عارفين أي حاجة، 15 في 10 ولا عارفين أي حاجة، بنروح نقف زي الكلاب قدام الأمن المركزي عشان فرض يدخلوا.